سمر، ضمن مصاحتنا الطبيه كنا عم نحكي تحت الهواء اليوم موضوع كثير مهم هو التهاب المفاصل مع قساوه البرد، خصوصا بفصل الشتاء كثير من كبار السن بتلاقي عم تحرك معهم مشكله التهاب المفاصل. نحكي عن هيدا الموضوع اكثر، اسبابه، طرق علاجه. معنا الدكتور جهاد داغستاني، استشاري عظميه ومفاصل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني اكيد يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. خلينا نتعرف اكثر على التهاب المفاصل، شو هي اسبابه؟ هلا كل عام خير. اول شيء وانت بخير سنه سامي ان شاء الله. التهاب مفاصل في انواع له، في التهاب مفاصل رسوي، التهاب مفاصل جرثومي، التهاب مفاصل تنكسي. هلا اشيع شيء التهابات المفاصل هي التهاب مفاصل تنكسي. السبب الرئيسي لالتهاب المفاصل التنكسي هو تقدم بالعمر، او بنسميه شيخوخه المفاصل، شيخوخه المفصل. طبعا في كثير اسباب تلعب دور ثاني مثل زياده الرطيه، الكسور المسطوح مفصليه، في مثل ارتفاع خربط ارتفاع حمض البول، شغلات تاثر على المفصل. هلا رتم الحياه الغير صحي والجهود المتكرره بتؤدي لزياده سطوح مفصليه. هذه هي الشغله، الامور هي على المدى البعيد بتاهب انه يتنكس المفصل. طبعا تقلبات الطقس بالاجواء البارده، البرد اذا ما كان بفترات طويله بيأهب بيؤدي الى ضعف المناعه تبع الجسم، ضعف المناعه على المدى البعيد بيأهب لتنكس المفصل. المرضى اللي عندهم التهاب مفاصل تنكسي بيشعروا بالبرد اكثر من غيرهم، يعني بيشعروا بالحراره، الجو البارد، بيحسوا بالبرد اكثر من غيرهم. فهذا بيعطي بخليهم بحساسهم البرد، بيزيد هجمه المفاصل، التهاب المفاصل، هجمه تبعهم. هي نقطه كثير مهمه اليوم عم نشوف بروده الطقس، خصوصا بفصل يعني بفصل الشتاء بيحرك اكثر شيء التهاب المفاصل. كيف فينا نتجنب هي التفاصيل خصوصا عند كبار السن؟ يعني في كثير من الناس مثلا بتقول لك انه انا ما كثير ببراد، فبتلاقي فعلا حتى الست الكبيره بتوقف 4 أو 5 ساعات بالمطبخ عم تشتغل، ورغم ذلك ما بتاخذ استراحه او بتريح نفسها، بيكون عندها التهاب مفاصل يعني، مع بالاضافه لبروده الطقس. اهم شيء انه تدفئه جيده ضمن ظروفنا صعبه شوي، ضمن الظروف هي بدنا تدفئه ضروريه كثير، ونجزء الجهد. يعني اذا عندها شغله بدها ساعه جزء، يعني تشتغل شوي وتريح شوي، اهم شيء نجزء الجهد ونجزء الراحه كمان. المفاصل بتغذى على الحركه، فاذا ما كمان ما صار في حركه بيزيد بيهب التهاب المفاصل التنكسي. اكيد دكتور، خلينا نحكي عن طرق العلاج، ممكن تكون ادويه، وامتى بتلجا للعمل الجراحي؟ هلا نحن التهاب المفاصل في له درجات. تمام. طبعا في الدرجه الاولى بتكون الم خفيف بس على الجهد الشديد، الدرجه الثانيه بيكون الم على صعود السلالم او يعني على الجهد الاكبر. كل درجة إلى طريقة بالعلاج. هلا أهم شيء بالعلاج الأساسي هو نلغي السبب اللي أسوى التهاب المفاصل. فإذا كان في عنا مثلا أزيات بالغضروف أو الأربطة لازم نعالج المشكلة هي. إذا كان عنا التهاب مفاصل رسوي لازم نعالج السبب الأساسي للتهاب. إذا في لا سمح الله كسور مسطوح مفصلية لازم نحل المشكلة. طبعا في درجات إلهم. بالدرجة الأولى في علاجنا سيستم الحياة، الحذاء الطبي، الرياضة اللطيفة. الدرجة الثانية أو يتنطب نعطي أدوية مضادات غير استرويدية أو علاجات خاصة. في درجات ثالثة أو يتمرجع لنوع من أنواع الحقن أو نزرع الخلايا أو PRP أو خلايا جذعية. طبعاً بدها تنكس الدرجات الرابعة، التنكس الشديدة اللي تكون في تشوه بسطح المفصلي، ويتمضطر نعمل تغيير مفاصل. يعني العلاج الجذعي هو تبديل المفاصل، بس هي المرحلة الأخيرة طبعاً من شأنها. أكيد دكتور، خلينا نحكي كمان شو هي عن التهاب المفاصل، إن في عوامل خطورة بيقولوا مثلا ممكن تكون الوراثة، ممكن يكون العمر، ممكن يكون أي شيء تاني، خلينا نحكي عليهم وكيف ممكن طريقة العلاج كمان. طبعا الوزن الزائد بيأهب يتنكس المفصل. تمام. نوع الأحذية غير جيد طبعا بيأهب، سيستم الحياة غير الصحي طبعا، الجلوس فترات طويلة بعمل مكتبي كمان بيأهب يتنكس المفصل. فأهم شيء حتى نتجنب هالشغلات هي هو الغذاء الصحي، الرياضة اللطيفة، بأكد على الرياضة اللطيفة مو الرياضة العنيفة، يعني الحركات العنيفة بتأذي المفصل. وبده يكون أهم شيء إنه يكون في تواترية بالرياضة هي، يعني بشكل يومي، يعني لو ربع ساعة نص ساعة فينا نعمل رياضة، هذا أساس. المفصل بيتغذى بالسائل الزليلي، السائل الزليلي بتوزع بالحركه اللطيفه
على السطوح المفصليه. اشرت لنقطه كثير مهمه، يمكن تنظيم الحركه، لانه احيانا بعض اعمالنا بتكون لساعات طويله بنقعد بنفس المكان، بتلاقيه مثلا خصوصا الاعمال المكتبيه لساعات طويله على المكتب دون حركه، كمان بياثر هون على التهاب المفاصل. بس نحن دائما عندنا ثقافه انه الخيار الاخير هو الدكتور، يعني بتلاقي الشخص بيروح الدكتور بعد ما يكون فعلا وصل لدرجه كثير كبيره بالتهاب المفاصل. قديش هي مثلا لما انا استكشف هي المشكله بوقت مبكر بتريحني بالعلاج؟ طبعا طبعا كل ما بكرنا بالمراجعه الطبيب كل ما كان افضل. طبعا هي 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 سيستم علاج صح، مو علاج شخص واحد. هلا هلا هي نوع التغذيه الصحيه، رياضه لطيفه، سيستم الحياه. هلا اهم شيء مثل باكد انه نجزئ الجهد ونجزئ الراحه. تمام. يعني كمان انه مثلا انه عدم الحركه بياثر، والجهد الزائد بياثر المفصل، فالمفصل بتغذى بالحركه وبتاذى بالجهد الزائد، فهو هي النقطه الجوهريه بالعلاج. دكتور، كثير بنسمع يلي بيعاني من التهاب مفاصل بيقولوا في علاج عندنا بالحراره، وفي علاج بالبروده، وكمان في الاشياء الثانيه، الخلطات الطبيعيه، ممكن الشاي الاخضر، الزنجبيل بيعالجوا التهاب المفاصل. خلينا نحكي عن هي الاشياء، هل هي صح ولا لا؟ هلا اذا كان في عندنا تروما او رضع المفصل او قريب المفصل، فضل العلاج بالحراره البارده يعني تخفف الوزمه على المنطقه هي. إذا عنا في تشنج يفضل العلاج بالحرارة اللطيفة. طبعا في أنواع علاج فيزيائي، مكعبات ثلج دكتور منجيبه على المنطقة مثلا المصابة؟ لا ما بصير نحط الثلج مباشرة على جلد، لازم نلفه بشكل شاشي أو شيء عشان ما يصير في حرق من البرودة. طبعا إذا في تشنج بالعضلات احتمال نضطر نعمل مساجات ونعمل علاج حراري. تمام. السباحة كثير ممتازة بهيك حالات، حتى السباحة بالمي الباردة يعني جيدة بهيك حالات هدول. طيب والشاي الاخضر والزنجبيل اللي حكينا عليهم قال انه بيساعدوا بالعلاج التهاب المفاصل، شو رايك؟ هلا هن كل ما قوينا المناعه تبع جسم الانسان، كل ما صار المفصل صحي افضل. طبعا هي سيستم علاج، رتم الحياه الصحي هو اساس العلاج. طيب دكتور، في كثير من الناس بتلجا فورا للمسكنات، يعني مثل ما قلنا مثلا بتلاقي في الم بسيط بتروح على المسكن، ترجع في بيقوى شوي بتزيد كمان نسبة المسكن، وهي ثقافة موجودة للأسف بمجتمعاتنا، كمان هون قديش بيأثر؟ هلا استعمال المسكنات لفترات طويلة بيأثر إنه عم يخبي المشكلة بس ما عم يحل المشكلة. فهذا بيأهب يتنكس المفصل الأسرع بزيادة. فنحن ما بنعطي مسكنات إلا بالحالات الخيار الأخير، يعني الحالات الشديدة جدا. أهم شيء يعني الألم هو مشعر من رب العالمين إنه في شيء مو مريح للمفصل، فمشعر إنه لازم ريح. الألم مش طبيعي. أكيد. دكتور، بدنا نصائح أخيرة لكل حدا عم يتابعنا اليوم لينتبهوا على حالهم، وإذا كانوا عم بيعانوا من التهاب المفصل صحي، ورياضة لطيفة، وسيستم حياة الصحي. القيمة اللي قدمت لنا إياها، شكرا كثير لك. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف خير دكتور، شكرا لك وشكرا لوجودك معنا. شكرا. هلا يا نور، حننتقل بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير حلب، عرض العمل المسرحي ومضات للمخرج محمود درويش بمشاركة 30 طفل من المرحلة